السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أسعد الله أوقاتكم. هذا خبر عاجل جدا جدا، رفع الله قدر الرسول. الله يقول في قوله: ورفعنا لك ذكرك. اسمه هذا السجل الصوتي من حيوان هندوسي، اسمه كليانا راما الملعون. هذا عضو من فرقة BJP التي تحكم دولة الهند. يرفع صوته ضد الرسول، يرفع صوته استهزاء على الرسول وعلى عرض الرسول. يقول هذا الحيوان: محمد كان عنينا، استغفر الله، يعني عاجزا جنسيا. ويقول: تزوج محمد 13 زوجات، لم تنجب إلا خديجة وأمة واحدة. ويقول: والباقي ما أنجبت لهن، ما أنجبتهن. السبب أن محمد كان عنين. يا من يحبون الله ويحبون الرسول، هذا الجاهل ما هو أول مرة، بل كل مرة يعتدي ويجاوز الحد في ديننا ونسائنا وأمتنا الإسلامية. وسكوتنا وصمتنا دائما وصل الملعون إلى هذا الإفك والبهتان العظيم. يا أمة الإسلام، أمرنا الله عز وجل محمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أنفسنا، وجعل درجة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأمهات. الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يا مسلم، كيف تنصر نبيك؟ كيف تدعو مثل هذا الملعون كي لا يعود مرة ثانية؟ أرجوك أن ترسل رسالة قصيرة تنبيها لهؤلاء البهائم. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.